السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن شاء الله تعالى سأقوم الآن بالوضوء لبيان صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسننبه على سنة الوضوء وما يجب في الوضوء أيضا، وبعض ما يفعله الناس من الأمور المكروهة أو المحرمة في الوضوء. أول شيء النية، وحلها القلب، أن الإنسان ينوي بقلبه أنه يريد الوضوء، وهذه هي الأصل، أن كل إنسان ما جاء إلى المسجد أو ما جاء إلى مكان الوضوء إلا وهو يريد أن يتوضأ للصلاة، هذا هو الأصل. لكن هي قد تختلف أو تنتفي النية في من يريد أن يعلم، مثلا أريد أن أعلم شخص لا يعرف أن يتوضأ، أقول له افعل كذا وافعل كذا، وأتوضأ أمامه وضوء الصلاة وأنا لم يخطر في بالي أني أتوضأ، هنا لا يصح هذا الوضوء أنه ليس فيه نية. أما عامة الناس فالأصل أنهم لا يتوضؤون إلا بنية، فلا ينبغي التكلف في هذا الأمر. فأول ما نبدأ بالوضوء قلنا النية ومحلها القلب. نستعد الآن لفعل الوضوء. الآن سأتوضأ مع الشرح، ثم سأتوضأ وضوءا كاملا بدون شرح، وأثناء الشرح سننبه على بعض الأخطاء أو بعض السنن. نبدأ بحول الله تبارك وتعالى. أنا أتجهز للوضوء. أول شيء نبدأ في الوضوء هو التسمية، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عند النسائي: توضأوا بسم الله، فأقول قبل أن أتوضأ بسم الله. ثم أبدأ بغسل الكفين 3 مرات، وتكفي مرة واحدة، ثم بعد ذلك أتمضمض وأستنشق. لو تمضمض 3 مرات ثم استنشقت 3 مرات الوضوء صحيح، ولكن السنة أن تكون المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة، وسأطبقها الآن إن شاء الله تعالى. ثم أغسل وجهي 3 مرات، ويكون من منبت الشعر، هنا منبت الشعر هذا، إلى أسفل الذقن، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، هذا هو الوجه ما أواجه به الناس، يغسل كل هذا الوجه. ثم بعد ذلك أغسل يدي من أطراف الأصابع إلى المرفق، وأطراف الأصابع تغسل والمرفق يغسل. ويخطئ بعض الناس يتوضأ يغسل من هنا، وهذا خطأ، لابد أن تغسل كف مرة ثانية، وهذا ركن من أركان الوضوء. ثم اليسرى، ويجوز تقديم اليسرى على اليمنى، ولكن السنة أن تقدم اليمنى ثم اليسرى. ثم آتي إلى مسح الرأس، أمسح رأسي، ويكون ذهابا وعودة، وتكفي واحدة، إما ذهابا وإما عودة، تكفي واحدة. ثم أمسح أذني بما بقي في يدي من الماء من مسح الرأس، فأمسح الأذنين، السبابة داخل الأذن تمسح، والإبهام خارج الأذن يمسح. ثم أغسل قدمي اليمنى ثم اليسرى، ويجوز اليسرى ثم اليمنى كما جاء عن علي رضي الله عنه. ثم أقول الدعاء الذي في نهاية الوضوء. نبدأ بحول الله تبارك وتعالى وقوته. بسم الله، أفتح الماء ولا أبذر في الماء، لأن لا يحتاج الأمر ذلك كله، هكذا جيد، هكذا فتح الماء جيد. أبدأ بسم الله، غسل الكفين، أتنبه إلى غسل الكفين. وأنا أغسل الكفين الآن لو تلاحظون أني أدخل الماء بين أصابعي، بين الأصابع، وهذا ما يسمى بغسل البراجم، وهي من السنة تخليل الأصابع أثناء الوضوء. فإذا إنسان لم يخلل أصابعه صح الوضوء، لأن الماء سيصل إلى ما بين الأصابع. وأما الحديث الوارد لتنتهكن هذه الأصابع، أو لتنتهكنها النار، أو لتنتهكها النار، هذا الحديث فيه كلام لأهل العلم، وإن صح فالمقصود التأكيد على هذا الأمر. ولكن جل الذين رووا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يكن كلهم لم يذكروا أنه كان يخلل أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم، إلا في حديث لقيط قال وخلل بين أصابعك، والحديث فيه أيضا كلام. لكن الشاهد من هذا أن تخليل الأصابع هكذا سنة مستحبة، وكل مكان لا يصل إليه الماء براحة يستحب تخليله هكذا. فنعيد مرة ثانية، هذا تخليل الأصابع، فتح الماء قليل، لا كما يفعل كثير من الناس يفتح الماء على حد، هذا خطأ وخلاف السنة، وإنما يكون فتح الماء
قليلا هكذا غسل الكفين، ثم بعد ذلك تأتي المضمضة والاستنشاق. كما هو الملاحظ تمضمض واستنشقت من كف واحدة، أعيدها مرة ثانية. تمضمضت، يعني الماء لما أخذته بيدي شيء دخل إلى الفم وشيء دخل إلى الأنف، ثم نثرت بيدي اليسرى. هكذا السنة أن المضمضة الماء نأخذه باليمنى وننثر في اليسرى، ثم بعد ذلك يأتي غسل الوجه. نفس الشيء، نفتح الماء قليلا، نملأ اليدين بالماء، ثم هكذا غسل الوجه. هكذا أخذت الماء بيدي ثم غسلت وجهي، أعيدها مرة ثانية، أو هي ثلاث مرات في الأصل، هذه الثانية، هذه الثالثة، وهكذا يكفي دون تكلف. مررت بيدي على جميع وجهي، غسلت الوجه، جميع الوجه غسل بدون تكلف، ومرت اليد على جميع. بعض الناس يأتي يتوضأ هكذا يغسل وجهه مثلا بهذه الطريقة هكذا فقط، ولا تمر اليدان على الجانبين هكذا، وهذا خطأ، وإنما لابد أن تمر اليدان على الجانبين، بحيث قلنا من الشحمة إلى الشحمة، ومن منبت الشعر إلى أسفل الذقن. هذا بالنسبة لغسل الوجه. الآن غسل اليدين، نبدأ باليمنى وهي السنة، هكذا الماء أيضا هكذا، هذه الثانية وهذه الثالثة. ويجوز طريقة ثانية وهي هكذا، أن نأخذ الماء القليل ثم نفرغه هكذا، نأخذ الماء القليل ونفرغه هكذا، وتمر اليد على اليد هكذا ثلاث مرات. هذا الماء نأخذه، وهذا يوافق الآية وأيديكم إلى المرافق، أي من هنا إلى المرافق، ولا بد أن تغسل اليد كاملة هكذا تغسل، وإمرار اليد على اليد هكذا هي السنة، هذا ويسمى التدليك. لكن لو غسلت يدي بهذه الطريقة مثلا وتأكدت أن الماء مر على اليد كلها دون أن أدلك، الوضوء صحيح. على قول جماهير أهل العلم الوضوء صحيح، ما في شيء، لكن السنة الإنسان يدلك، يمر يده على اليد الأخرى. الآن اليد اليسرى نفس الشيء، الماء قليل وهكذا طريقة، وهكذا انتهى هذا الجزء أو هذا العضو، غسل اليدين. يأتينا الآن مسح الرأس، أيضا نبلل اليد بالماء، نرمي به، ثم بعد ذلك نبدأ من أول الرأس هكذا، ثم أعود مرة ثانية. ثم الآن يدي مبللة، فأمسح الأذنين بما بقي من بلل في يدي، فأدخل السبابة هنا هكذا، السبابة والإبهام، الإبهام من الخارج. لكن لو بالسبابة فعلت هكذا وبالسبابة فعلت هكذا جائز، لكن الأفضل السبابة من الداخل والإبهام من الخارج، بحيث مسحت الأذنين. بعد ذلك يأتي غسل القدمين، كذلك أفتح الماء قليلا ثم أبدأ بغسل القدمين، وأيضا أخلل بين الأصابع وأغسل قدمي بهذه الطريقة، هذه القدم اليمنى، ونفس الشيء قدمي اليسرى كذلك أخلل الأصابع هكذا، ثم الثانية كذلك، ثم الثالثة كذلك. الآن سأتوضأ وضوءا كاملا من الأول إلى النهاية بالطريقة التي ذكرت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عثمان رضي الله عنه وأرضاه. بسم الله،
الآن غسل اليدين. هذه الثانية. هذه الثالثة. الآن غسل اليد الثانية. هذه الأولى. هذه الثانية. هذه الثالثة. الآن مسح رأسي ذهابا إيابا، ثم الأذنان، الآن غسل القدمين، هذه الأولى، هذه الثانية، هذه الثالثة. الآن القدم اليسرى، هذه الأولى، هذه الثانية، هذه الثالثة. الآن تخليل اللحية، وبهذا أكون قد انتهيت من الوضوء، فأقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تنشيف الأعضاء بعد إتمام الوضوء جائز، يجوز أن أنشف أعضاء الوضوء لا أنشف. النبي بسيط وسهل. بسم الله، هكذا انتهينا من الوضوء تخليل اللحية. فأسأل الله تبارك وتعالى منا علينا وعليكم باتباع السنة، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.